يسير مع مقدمة الشوط مباشرة إلى المركز الأول. يسيطر على مقدمة هذا الشوط ويقود المشاركين البترول، تعود ملكيته لعيسى بن سعيد بن محمد العويسي الذي يقود الممثل كذلك للسلطنة وأحد شبابنا القادم في هذا الاندفاع. روح يا أبو عيسى هناك مع المقدمة ومع المركز الأول، بينما المركز الثاني ما يخاف ياتي في المركز الثاني، وهناك ضاحي بن يمعه بن ضاحي الذي ياتي في المركز الثاني، العميمي هناك على المركز الثاني، بينما المركز الثالث اشوف ثالث المراكز يتدخل وياتينا شاهين راشد بن عبد الله بن احمد المزروعي على المركز الثالث يتقدم لتنافس هذا الشوط وتحدياته. المركز الرابع يا سلام، شوف الاسماء وشوف الشعارات، رابع المراكز يتقدم في هذه اللحظات نشوان وسعيد بن حميد بن رغموش العويسي هناك يتقدم في هذه اللحظات، بينما ياتينا عجيب محمد بن مبارك بن مرخان الكتبي على المركز الخامس والمركز السادس. يا سلام، شوف الأداء وشوف التحديات الجميلة والرائعة الذي يحملها هذا الميدان الذكي، تدخل في هذه اللحظة ودخول في هذا الانطلاق والاندفاع الجميل والرائع على أرضية ميدان المرموم. شوف هذه المراكز الأولى المتقدمة، بينما المركز السادس نشوف هناك المركز السادس وصل في هذه اللحظات شاهين سعيد بن راشد بن مفتاح الخاطري الذي ينطلق في هذه اللحظات، بينما المركز السابع سابع المراكز يا سلام متابعة وانطلاق على المركز السابع والثامن هناك يتقدم في هذه اللحظات شاهين لراشد بن سعيد بالغافرية الذي ينطلق في المركز الثامن والمركز التاسع، يتواجد في هذه اللحظات شاهين عبيد بن محمد بالذويب العامري هناك على المركز التاسع والمركز العاشر. ما شاء الله تواجدت كذلك الأسماء والشعارات في هذا المسار وفي هذا الشوط الجميل الذي يحمل تحديات ميدان المرموم. شوف هذه الأسماء وشوف هذا الكم، ما شاء الله الشوط يحمل أعداد، ولكن الأمور لا زالت تحت أقدام البترول على المركز الأول، وياتي عيسى بن سعيد بن محمد العويسي على المركز الأول على الانطلاق الأول على الاندفاع الأول، مسيطر على المقدمة، يقود المشاركين ويتحدى المنطلقين، ماخذ جانب اليمين ما شاء الله على هذا الاندفاع، بينما المركز الثاني ثاني المراكز يتقدم فيه ما يخاف وياتي ضاحي بن يمعة بن ضاحي العميمي. يا سلام على المركز الثاني على ثاني المراكز، بينما يتدخل هناك يتدخل 37 الذي ينطلق في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع الجميل والشيق على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق هناك الذي ينطلق على ثاني المراكز اللي هو 37 يتدخل في هذه اللحظات ويندفع على ثاني المراكز بهذا الأداء، بينما المركز الثالث نشوف ثالث المراكز ما شاء الله قادم المتحد عيسى بن راشد بن حاضر الظاهري هناك مع هذا الانطلاق. يا سلام هناك عيسى بن راشد الحضار الظاهري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أشوف المركز الرابع يا سلام تدخل في هذه اللحظات ووصل شاهين راشد بن عبد الله بن أحمد المزروعي قادم كذلك للتنافس والتحدي، وهناك عجيب محمد بن مبارك بن مرخان الكتبي في هذا الاندفاع والانطلاق. يا سلام ياتينا شاهين راشد بن سعيد بالغافرية كذلك يتدخل في معمعة هذا الشوط وتحديات هذا الشوط للتنافس، بدأت الأسماء تتقارب ويتقدم شاهين كذلك عبيد بن محمد بالذويب العامري ووصل في هذه اللحظات ما شاء الله وصول من الذي ينطلق الشامي مطر بن عتيج بن مطر القبيسي الذي يقدم الشامي في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع، العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول الذي يسيطر ويقود المشاركين ما شاء الله منطلق بالمركز الأول ويندفع
هناك ينطلق حريق، حريق على المركز الأول، سعيد بن سهيل بالدليوي الذي يندفع على مقدمة هذا الشوط، وهذا الاندفاع يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هناك نعود إلى المركز الثاني ونشوف ثاني المراكز، ياتي شاهين عبيد بن محمد بالذويب العامري يتقدم، بينما المركز الثالث ياتي في البترول وعيسى بن سعيد بن محمد العويسي على المركز الثالث. والأسماء غادمة، الأسماء غادمة، الجماعة غادمون غادمون على المراكز الأولى. وهناك المتحد، المتحد عيسى بن راشد الظاهري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع ياتي ويصل في هذه اللحظات ما شاء الله الشامي، بقول مطر بن عتيد بن مطر القبيسي، غادم القبيسي، غادم القبيسي بحثا عن الفوز والناموس في هذا الشوط. يا سلام، عجيب هناك، عجيب، محمد بن مبارك بن مرخان الكتبي ياتي عجيب ويندفع على المركز الخامس، بينما المركز السادس حريق سعيد بن سهيل بالدليوي الذي ياتي في هذه اللحظات في هذا الاندفاع الجميل والرائع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول والانطلاق الأول في هذه اللحظات. هناك بمسيط الذي يسيطر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، أشوف حريق هنا على مقدمة الشوط، حريق على المركز الأول، سعيد بن سهيل بن دليوي يقود المشاركين ويتحدى المنطلقين. ولكن هناك المركز الثاني شاهين، شاهين عبيد بن محمد بن ذويب العامري، ولكن شوف التحرك، شوف التحرك، وصل هنا السيف، السيف صالح بن حمد القمرة، يا سلام يا سلام، السندباد القطري من يقدم هذه التحديات، غير إلى مقدمة الشوط، قلب موازين هذا الشوط رأسا على عقب بانطلاقاته وتحدياته ما شاء الله، ونهاية الجميلة الذي يقدم فيها هذا العرض، هذا العرض في النهاية، السيف السيف السيف، صالح بن حمد القمرة على المركز الأول ومسيطر على مقدمة الشوط، ويعلن هذا الرقص وهذا التحدي في الأمتار الأخيرة وينفرد بالمركز الأول. نشوف المركز الثاني، هناك المركز الثاني، يا سلام يا سلام، مع بالذويب، بالذويب هناك، يا سلام، شاهين، شاهين عبيد بن محمد بالذويب العامري على ثاني المراكز، ولكن بن قمرة، بن قمرة مسيطر، مسيطر على مقدمة الشوط، خلاص السيف السيف، صالح بن حمد القمرة الذي ينطلق على المركز الأول على الانطلاق الأول. ولكن هناك من الجانب الآخر شاهين، شاهين عبيد بن محمد بالذويب العامري، 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 غير وعاد، عاد، عاد بالذويب العامري على المقدمة على المركز الأول. تهانينا، تهانينا مشاهدي الأعزاء، شاهين، شاهين عبيد بن محمد الذويب العامري، يا السلام، يعلن الفوز، يعلن السلامات العناوية الجميلة، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق في هذا الشوط. شاهين عبيد بن محمد بالذويب العامري ينتزع ناموس هذا الشوط، بينما المركز الثاني لحمد بن صالح القمرة الذي، صالح بن حمد القمرة الذي وصل السيف في المركز الثاني، بينما نشوف المركز الثالث، ثالث المراكز وصل في غازي في الأمتار الأخيرة أحمد بن محمد بن سعيد بالعضيلي العامري، بينما المركز الرابع مع سعيد بن سهيل بن دليوي. نعود إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط وتحدياته، هذا هو اللي هو شاهين، شاهين عبيد بن محمد بالذويب العامري ينتزع ناموس هذا الشوط بتوقيت زمني 9 دقائق 32 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والسلام لأهالي العين، بينما وصل في المركز الثاني السيف لصالح بن حمد القمرة، قطع المسافة 9 دقائق 32 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس، بينما المركز الثالث ياتينا وينطلق هناك غازي الذي انطلق إلى المركز الثاني، وأحمد بن محمد بن سعيد بالعضيلي العامري. توقيت الزمني 9 دقائق 39 ثانية و5 أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس. تواصل أشواطنا، مستمر، تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أجدد